شكرا لك سار. الله يخليك رحمه الله. تسلم تسلم يا ابو شغله. سهله مو مثل ما صورنا يعني. طبعا ادعو كل الاخوه كل المواطنين كل ابناء شعبنا الرائع العظيم ان يواصلون اللي ما ملقح فورا يلقح، لانه هي حمايه بالنهايه، حمايه لك ولعائلتك ولكلنا يعني كل ابناء الشعب. وبالتالي هي شغلة بسيطة لكن تحميك وتوفر لك حماية من مرض ممكن يكون فتاك. وكنا دا نشوف يعني حجم الإصابات اليومية وحجم الوفيات، رغم أنه حجم الشفاء أكثر الحمد لله، بس أنت لا تكون من ضمن المصابين ولا من ضمن المتوفين إن شاء الله، بعيد عن الجميع، والله يحفظ الجميع. شكرا.